بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحيي ونشكر موقع زايو سيتي. الموضوع ديالنا اليوم اللي بغينا نتكلموا عليه هو ملعب القرب المتواجد بدوار العباد جماعة ولاد ستوت. زايو الذي تم إنشاؤه إنشاء جدرانه ما يقارب أو أزيد من سنتين، يعني بنوا سوى الاخر السياج ديالو والاخر الحيطان فقط كما كتشوفوا، يعني بدون مرافق الاساسيه ديالو، بدون يعني عشب، العشب الاصطناعي يعني. وكما كتشوفوا يعني الشباب في حاجه ماسه لمثل هذه الملاعب، يعني كنضطروا باش كنتنقلوا للجماعه ديال جماعات المجاوره اللي يعني تشيد فيها الملاعب القرب، يعني في جميع الجماعات المجاوره باستثناء الوحيد جماعه ولاد ستوت. يعني شو سميات؟ يعني مثال على ذلك يعني جماعه حاسي بركان، سلوان، شويحيه، اكليم، والى غير ذلك، يعني من الجماعات التي تم انشاء ملاعب القرب بها باستثناء الجماعه الوحيده جماعه ولاد ستوت. احنا كشباب المنطقة والاقاليم الدواوير المجاورة يعني كنعانيو التنقل، يعني وغياب ملاعب صالحة لممارسة هذه اللعبة. السلام عليكم. احنا يا سيدي في ظل هاد الغيابات اللي وقعت نتاع الملعب تاع القرب اللي كما كتشوفوا منعدم كاع، يعني ما كاين لا فيه لا حتى شي حاجة، داروا لو غيبيليات وخلاوها هكاك. حنايا دابا ما عينا ما كنستناوهم، دابا يكملوه يعني ما كملوا حتى شي حاجه. ودابا حنا كيجيو عندنا فرقات من الشويحيه ولا مشي بلاصه اخرى، ما كان في غادي يلعبوا دابا هنا، ما كان حتى فين يلعبوا. حنا كنضطروا كنمشيو حتى لحاسي بركان ولا كنمشيو لواحد الملعب راه في الوزين كنمشيو نلعبوا فيه. حنا يعني يعني محرومين من هذه اللعبة هذه اللي كنلعبوا كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اول حاجة كنشكروا زايو سيتي على هاد المبدأ الطيب اللي قدمته معنا. اخواننا الكرام، حنايا شباب مدوار الحرشة اللي كتنتمي تقريبا 500 منزل واللي في عشرات الشباب كيحبوا رياضة كرة القدم. وكما شفتوا في الفيديو اللي قبل بغينا يكمل ذاك الملعب اللي في العباد، وبغينا حنايا كنا بغينا شي ملعب هنايا نتاع القرب كما جميع الدواوير وجميع النواحي، بغينا هنايا شي ملعب في الدوار، ولكن حتى انا ما كانش بغينا على الاقل يكون عندنا ملعب باش مين كتجي شي فرقه ولا نتلاقاو فين نلعبوا، نتلاقاو كره القدم قبل ما تكون رياضه راها مدرسه ونتعلموا فيها بزاف تاع الحوايج. شارع فيه اكثر من 500 دار وفيها عدد كبير من الشباب اللي كيبغيو يمارسوا هذه الرياضه هذه، وراح حشومه الشباب دراري طالعين صغار وكسميتو يبقاو يمشيو شي بلايص. من الاحسن يكون عندنا ملعب القرب باش نبقاو نزاولوا هذه الرياضه هذه، وكنطالبوا من المسؤولين مع كامل الاحترام يشوفوا فينا ويفشي نظره ويديروا لنا شي ملعب الله يحفظ الوالدين. وشكرا. يعني كما كنشوفوا يعني كما قلت في الاول، يعني احنا كشباب من المنطقه يعني كنعانيو، يعني اغلبيه ومعظم الشباب عندهم حب لهذه الرياضه هذه، يعني وظل هذه الظروف هذه كاين اللي الكثير منهم اللي يعني ما كيزاولش اللعبه، يعني كنشوفوا الدراري يمشيوا يعني حوايج اخرى للقهاوي ولا الى غير ذلك، في حين الا كان مثل هذه الملاعب يعني غادي نشوفوا يعني الغالبيه ديال هاد الشباب يعني غادي يعني يلعبوا هذا الكره، يعني ما يمشيوش يديروا حوايج، يعني يلعبوا كره وما يلتجئوا للقهاوي الى غير ذلك. يعني وفي الاخير كنطلبوا من المسؤولين محليا يعني اتخاذ اللازم والمتعين في هذا الموضوع هذا اللي ذكرناه سابقا. وشكرا لكم.